هذه الأرض هي العرض لنا، قد سقينا تربها من دمنا وهي عصية على هذا المعتوه.
Thank you.
Thank you.
شيء هيك. الشعب التم الشعب التم وبيضة جنب عليهم من جلال الدم. الشعب التم هذا قطبول وفيهم تم. الشعب التم وبيضة جنب عليهم من جلال الدم. الشعب التم انت فضل قال الجيش نعم. انت فضل قال الجيش نعم. فدال جبلها مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة ليبيا الحدث، لازالت التغطية مستمرة ومباشرة من داخل ساحة الكيش لنرصد لكم أجواء المظاهرات، الحراك الشعبي ضد الغزو التركي وأيضا ضد المرتزقة السوريين. أجواء الآن وصلت الأعداد لعشرات الألاف من المتظاهرين. اليوم اجتمعوا الجميع من أجل الاصطفاف جنبا لجنب مع القوات المسلحة وأيضا ضد الغزو التركي. أجواء حماسية هنا في ساحة الكيش، الجميع يندد بكل ما تفعله تركيا وقطر في ليبيا وجلبها للمرتزقة، وأيضا عاثهم فسادا كثيرا في ليبيا مما أزم الوضع وزاده تعقيدا وزاد المشهد ضبابة في ليبيا. لكن اليوم يأتي الحراك الشعبي هنا في مدينة بنغازي، تعود هذه المدينة من جديد لتتصدر المشهد مرة أخرى من جانب المظاهرات والحراك. لطالما قادت مدينة بنغازي الحراك والمشهد السياسي في ليبيا. اليوم الأجواء أكثر حماسة، المتظاهرين يهتفون والأصوات تعالى أكثر من أجل نصرة الجيش الليبي، وأيضا هتافات حماسية وأيضا أجواء أكثر من رائعة لكافة المدن الليبية التي اليوم أتت إلى مدينة بنغازي لتشارك المدينة وأهالي المدينة خروجها في هذه المظاهرة. لاحظنا أيضا تزايد الأعداد من مدن الشرقية وأيضا الوسطى، لاحظنا حضور قوي من مدينة جدابية وأيضا من المرج وجمينس والأبيار ومدينة البيضة وأيضا ترهونة وزليدن، لاحظنا تكاثف كبير من كل هذه المدن اليوم جمعتهم كلمة واحدة وهي ليبيا.
واليوم الهتافات من خلفي زميلي أحمد خير دليل وشاهد على هذه اللحمة الوطنية. نعم. أيضا تابعنا عوض البيان المظاهرة والنقاط التي ركز عليها هذا البيان، التركيز على أن ليبيا واحدة لا تقبل التقسيم وينبذون الانفصال، والتأكيد على اللامركزية في إدارة البلاد بعيدا عن الاستحواذ، واعتبار كل الفصائل التركية أهداف مشروعة باعتبارها امتدادا للاستثمار للاستعمار العثماني. أيضا التأكيد على عدم تدوير تنظيم الإخوان والميليشيات في المشهد السياسي في الغرب الليبي. أيضا تم رفضهم من الذين هذا التنظيم الذي تم رفضه من قبل الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع. أيضا من ضمن النقاط التي ركز عليها البيان هو تفعيل المعاهدة أو الدفاع المشترك العربية بين الدول العربية ودول الجوار وتحديدا مصر لمساندة الشعب الليبي للتصدي لهذا الاحتلال. أيضا هناك مطالبة بمساندة وتعزيز مساندة الشعب المصري والقيادة المصرية لهذا النضال الشعبي المستمر ضد الاحتلال التركي، مع التأكيد على إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة بين حكومة العملاء في طرابلس المسمى بحكومة الوفاق ومع الجانب التركي. ضعني في النقاط الأخرى التي ركز عليها هذا البيان ومشاركة هذه الجموع لهذه النقاط الهامة التي وردت قبل قليل لبيان هذه المظاهرة. عوض. نعم أحمد، لربما أبرز النقاط هي نقطة أن من الشعب يريده أن يفاوض باسمه لا تفاوض إلا مع القائد، مع القائد قائد العام، لا أحد يفاوض باسم الليبيين إلا القائد العام. أيضا تفعيل الاتفاقية المشتركة والدفاع المشترك بين الدول العربية ومن أبرزها دولة مصر، لاسيما بأن هذا هو تدخل سافر في دولة عربية مسلمة. أيضا الحوار السياسي لابد أن يكون بشروط القيادة العامة من حيث عدم دخول الميليشيات المسلحة في أي تفاوض مع الجيش. أيضا هناك المتظاهرون أكدوا ما بعد البيان على هذه النقاط، وأيضا تأكيدهم ومصادقتهم على تلك النقاط التي تم تلاوتها عليهم من قبل المنظمين. الأجواء أحمد يعني تسير بشكل سلس لسيمة من المظاهرات، وأيضا حتى البيان الذي أتى واضحا وجليا لا تفاوض إلا مع القائد العام. نعم. هو تفويض مباشر. وأيضا أحمد نعم المظاهرات الآن تسير على الانتهاء، الآن لربما الجمهور يحاول الخروج لعدم التلاصق والتباعد الاجتماعي من ضمن الإجراءات الاحترازية. الآن المتظاهرون شيئا فشيئا يخرجون من ساحة الكيش. نعم. نحن الآن في التوقيت أو في اللحظات الأخيرة أو التوقيت الأخير لهذه المظاهرة الحاشدة، أبرز حتى النقاط اللي ركز عليها البيان هو أن الليبيون لن يدفعوا الميري بل سيدفعون بدمائهم من أجل وطنهم لتحرير الوطن الليبي. هي مسألة جهاد يتشارك فيها أو إعلان جهاد اليوم من ساحة الكيش. هذا الإعلان جاء بعد أيضا موقف لكل القبائل الليبية والبيانات المتتالية من أبناء الشعب الليبي بأنهم ملتحمون في ملحمة جهاد ضد الاحتلال وملحمة مع أبناء الوطن الليبي ومؤسسة الجيش، جيش البلاد والقيادة العامة. يعني هناك شعارات مختلفة صراحة، ولكن جلها من الواضح أنها تصب في خانة واحدة، أن لليبيا جيش يقاوم الاستعمار والاحتلال التركي. هل في بيانات أو يعني شعارات أخرى رفعت يعني تطالب بإسقاط مثلا حكومة صخيرات وغيره من هؤلاء العملاء الموجودين؟ هذه بطبيعة الحال هو المشهد، هو يعني يجمع كل هذه المطالبات.
الشعب الليبي قال كلمته أنه مع الجيش وإسقاط كل الحكومة المؤسسات أو الجهات المبنية على ما يسمى باتفاق الصخيرات الذي يعني استدعى الاستعمار التركي إلى البلاد. عوض. نعم أحمد، هو ليس بجديد هذا الدعم للقوات المسلحة، لطالما المواطنون دعموا القيادة العامة في شتى المدن في حربها ضد الإرهاب وتخليصها. نعم. هم يرون بأن الجيش هو الطوق النجاة. بالنسبة للشعارات، هناك شعارات كثيرة، منها إسقاط حكومة اللاوفاق، وأيضا أن كل هذه الأجسام السياسية التي انبثقت من حوار الصخيرات الذي ولد ميتا من رحم ميت، كل هذه الأجسام سقطت اليوم على خطابات المتظاهرين. اليوم يطالبون بتشكيل حكومة جديدة، يطالبون دور كبير أكثر من مجلس النواب في عقد جلسة طارئة وتكليف حكومة جديدة، لأن الآن الحكومة التي تتولى زمام الأمور في المنطقة الغربية انتهكت أموال الليبيين وجلبت المرتزقة وأيضا جلبت الاستعمار، ولا أحد يرضى من سكان ليبيا، لا سيما بأن ليبيا هي ليست طرابلس فقط أحمد، بل هي كل المدن الليبية. صحيح. لابد أن تشارك وتبدي رأيها وتريد أن يكون لها حكومة منتخبة شرعية. يريدون الاتجاه أحمد إلى صناديق الاقتراع من جديد، يريدون هم من يقرروا مصيرهم. نقاط عديدة لربما سيشكل هذه التظاهرة وهذا البيان منعرج سياسي جديد في الأيام القليلة القادمة. نعم، أيضا الملفت هو تضامن المتظاهرين مع أهالي ترهونة، خصوصا بعد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شاهدناها عبر مقاطع فيديو بثت من هناك بعد الدخول الآثم للميليشيات والاحتلال التركي لمدينتهم. هناك تضامن كبير بعد ما حدث من حرق للمنازل، عمليات نهب ممنهجة لممتلكات أبناء ترهونة، عمليات حرق، عمليات تدمير وعمليات تهجير وعمليات إرهابية شهدتها المدينة، بالإضافة إلى يعني رفع اسم ترهونة في إلى جانب ليبيا إلى جانب شعارات مختلفة. حالة التضامن مع هذه المدينة خصوصا بعد حرق حتى محاصيل زراعية أبرزها مزارع الزيتون اللي كانت لعشرات السنين مصدر من مصادر دخل هذه المدينة، أصبحت اليوم في حالة يرثى لها، تم حرقها وتم يعني إنهاء وجود الحياة في مدينة ترهونة بالشكل اللي شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد الدخول الآثم. حدثني عن حالة اللحمة الوطنية مع هذه المدينة ومساندة أبناء الشعب الليبي وتعاطفهم تضامنهم مع قبائل ترهونة. نعم أحمد، قبل أن أتحدث عن المواقف اليوم في هذه التظاهرة، منذ اليوم الأول أهالي ترهونة غادروا فيه المدينة، استقبلوا استقبال الأبطال في مدينة بنغازي وفي كل المدن الذي دخلها سكان أهالي مدينة ترهونة، ولم يشعروا يوما بأنهم غرباء، بل نعم. وجدوا أنفسهم بين أخواتهم وأشقائهم. اليوم بعد هذا التركيز الكبير كان على التدخل التركي، كان نصيب الأسد لمدينة ترهونة منذ الكلمات والهتافات أيضا وحتى الأغاني التي صممت اليوم خصيصا من أجل مدينة ترهونة، كان هناك رفع للهمم وأيضا حديث معهم بأن مدينة بنغازي ذاقت نفس الكأس الذي ذاقت منه مدينة ترهونة، وهذا ليس بجديد من أعمال الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وإن مدينة ترهونة سوف يرجعون إلى مدينتهم مرفوعين الرأس مجبورين الخاطر. أحمد، كانت كل شيء جميل جدا، تلاحم كبير حقيقي، شعرنا اليوم بأن الشعب الليبي حقيقة إخوة، تلاحم المدن، لا يوجد اختلاف بين مدينة أو مدينة أخرى، الكل مرحب به في مدينة بنغازي، لا يسأل من أين أنت، بل الجميع مرحب به، كلهم ليبيين، كلهم في مدنهم. أحمد، هذا الفرق بين هذه المدن المحررة وبين الدول المغتصبة زميلي أحمد. وأيضا شاهدنا لافتات لمدينة سرت، أيضا مشاركين أهالي مدينة سرت، وسرت لها رمزيتها في هذا التوقيت على المستوى الدولي والاستراتيجي في معركة الجيش الليبي لتحرير ليبيا. يعني ضعني في مشاركة أهل سرت وقبائل هذه المدينة المجاهدة.
نعم أحمد، سرت الآن هي نقطة مركزية مهمة، لسيما بأن الجيش اليوم موجود ومتواجد ما بعد حتى مدينة سرت، مشاركة أهالي سرت كغيرهم من المدن الليبية متفائلين وواثقين في القوات المسلحة الموجودة في مدينة سرت وحتى ما بعد مدينة سرت. تحدثنا مع العديد من الأهالي هنا، حدثونا عن التنظيم، عن التأمين الذي شاهدوه منذ دخول القوات المسلحة في مدينة سرت. الجميع يشكر القوات المسلحة، يشكر التضامن الذي حدث عندما أتت إليهم الهجمة الأولى من قبل الميليشيات، هبت لهم جميع المدن أحمد، وهذا هو الترابط والتكاثف بين المدن. كانت هناك وقفة جميلة جدا بين المدن الليبية. الملاحظ أيضا عوض مشاركة أندية رياضية أبرزها نادي الأهلي بنغازي، شهدنا ونادي النصر الرياضي ونادي النجمة وأندية متعددة مشاركة، نرى هذه المشاركة الرياضية أو شباب الأندية بدون تخصيص، وشبيبة الهلال الأحمر، الكشافة وغيرها مشاركين في للتنظيم أو غيره. وأيضا الملاحظ العنصر النسائي سقطت الصفات أحمد، لو حل التعبير، سقطت الصفات اليوم. كلهم قالوا نحن ليبيون، لاعبين كرة قدم قدامى، كشافة، ممثلين، إعلاميين، صحفيين. اليوم سقطت الصفات، واليوم كانت الخانة ليبيا. الكل اليوم يجمعهم الوطن، يجمعهم ليبيا. اليوم كلهم هنا، لا يسأل أحد أحد. اليوم تجمعهم ليبيا، وحدتهم صف القوات المسلحة، التفوا حوله، كانت المؤازرة. وهذه هي أحمد، عندما تأتي الشدائد يعني تلاحظ همة الشباب والرجال وكل الفئات داخل المجتمع. كانت لحمة كبيرة، كانت هناك شرائح مختلفة في مدينة بنغازي، هم في الأساس من نظموا ودعوا لهذه المظاهرة. أكيد يا أحمد حيكونوا اليوم متواجدين وبقوة. نعم، الآن واضح عبر البث المباشر أن هناك هتافات من قبل المتظاهرين. نعم، هناك صور المتظاهرين للمشير خليفة حفتر اللي ما زالوا متواجدين في الساحة أحمد. نعم، الأعداد الحقيقة الآن الكل اللحظات الأخيرة يغادر ساحة كيش، لكن هناك أعداد أيضا نحن الآن كبيرة أحمد. أعتقد في ختام هذه المظاهرة عوض، الآن نحن في ختام هذه المظاهرة الحاشدة، وما زالت الحشود ما زالت موجودة ومتواجدة برغم أننا في 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 نهاية أو قبيل نهاية هذه المظاهرة. نعم نعم أحمد، لأن الأعداد كانت كبيرة جدا اليوم، الأعداد كانت الساحة ممتلئة على الآخر ولا زالت ممتلئة حتى الآن أحمد. حتى بعد مغادرة بعض المتظاهرين لم نشعر بنقص في الساحة، بل لا زالت الأعداد كبيرة، والهتافات لربما تسمع الهتافات ما زالت مستمرة. لحمة حقيقية كبيرة بين المدن والمواطنين داخل ساحة الكيش. نعم، يعني مشاعرك عوض بعيدا عن أنك أنت بصفتك الآن مراسل وإعلامي، يعني بك أن احنا ليبيين، والآن نشاهد نشوف هذا الشعب، شعبنا العظيم، كيف هو خارج بإرادة الوطنية الحرة. يعني أضعني في 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 ما في التصور اللي في مخيلتك، أن هذا الشعب الليبي برغم كل التحديات، برغم كل التضحيات، برغم كل المؤامرات، أنه هو يعني مازال مستمر في جهاده، في نضاله. خروج المرأة الليبية، خروج الأم الليبية، الشيخ الصغير الكبير، الجميع وحدتهم هذه اللوحة الشعبية الكبيرة. يعني اليوم نحن كليبيين ونحن بمهنية ننقل إعلاميا، ولكن لن نتخلى عن مشاعرنا تجاه هذه اللوحة الوطنية الكبيرة. مشاعرك وأنت ترصد هذه اللحظات التاريخية عوض للعالم، وهذا المشهد الليبي الحر الشجاع المطالب بدولة مؤسسات، دولة قانون، دولة جيش، ودولة ذات سيادة تتمتع بوجودها دون ما أي استعمار أو احتلال يسيطر على أراضيها. نعم أحمد، في الحقيقة من منذ اليوم الأول عندما دعوا الأدباء والنشطاء لهذه التظاهرة، كنت أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر أحمد. كنت أريد أن أرى
الشارع ومدى حبه لليبيا. والحمد لله اليوم شاهدنا هذه الجموع الغفيرة رغم الحرارة، رغم حرارة الجو أقصد، وأيضا قلة السيولة وقلة المرتبات والظروف الاقتصادية الصعبة، أيضا رغم جائحة كورونا أحمد، وهذا أمر جدا جدا أنا سميت هذه المظاهرة بالمظاهرة الفريدة. نحن شاهدنا هذه الساحة ممتلئة لأكثر من مرة، لكن هذه المرة أحمد كانت غير كل المرات. الشعب لم يخف عن حياته أو يخاف على روحه. نعم. اليوم حط سلامته في كفة وحبه لوطنه في كفة أخرى. نعم. يعني اليوم شفنا عيال صغار اليوم يحكوا على ليبيا، يقولوا كأنهم يا أحمد اليوم عيال صغار كأنهم كبار في السن، يعرف إن لا اللي جاي هذا خطر تركي أجنبي مفروض ما يكونش في بلاده. شفنا وعي كبير، شفنا الأسر الليبية الحرة الأبية اللي تعرف إن قيمة البلاد غالية، شفناهم طالعين من بيوتهم اليوم يا أحمد ورغم كل الظروف تواجدوا في ساحة كيش، رغم إن الأمور اليوم الحرارة كانت درجة الحرارة كبيرة جدا يا أحمد. نحن كصحفيين يا أحمد الحمد لله إن كنا اليوم متواجدين وشفنا اليوم هذا، وشفنا أن ليبيا ما زالت بخير، وأن الناس الحمد لله قلبها على البلاد، وأن ما زلنا نضحوا أيضا وعي الشعب عوض وعي الشعب الليبي ونجاح الإعلام الوطني، نجاح الإعلام الوطني وزملاء في الأقسام المختلفة في قناة ليبيا الحدث، يعني وهي تنقل طيلة السنوات الماضية عن خطورة الاحتلال، خطورة الميليشيات والعملاء وغير، أعتقد أن هناك حالة يعني تفكير جمعي يجمع كل الليبيين في قضية واحدة، هذا نجاح وانتصار لإيصال صورة المخاطر على هذا الشعب لأبناء الشعب، وأصبح الوعي المجتمعي في على أعلى مستوى وأعلى إدراك، الشعب الليبي يدرك المخاطر، الشارع أصبح يدرك الآن مخاطر التدخل الأجنبي، وأيضا يدرك ما يدور من حوله وما يحاك له من أيضا حتى دول أجنبية أحمد. نعم. أصبح المواطن يعرف أي كبيرة وصغيرة في ليبيا. بالنسبة للصحفيين يا أحمد اليوم كان هناك تكاثف وتعاض كبير جدا، كانت أيضا حتى لحمة وطنية بيننا نحن كمحطات إعلامية حرة من داخل ليبيا، وأحمد وأكرر من داخل ليبيا لا نتقاضى دولارات بل نتقاضى حب الناس وحبنا لليبيا، هذا يكفينا يا أحمد. هذا الفرق بين اللي يأخذ في الدولار من خارج ليبيا يقولوا لي عشان يقول يا أحمد خلينا نحكي بالليبي. صحيح. لكن نحن الحمد لله بدون قيود، بدون قيود، ونحكوا باللي نشوفه فيه والكاميرا مباشر يا أحمد، ولطالما نحن شفنا وغطينا كقناة ليبيا الحدث كل ما يحصل في ليبيا لحظة بلحظة وبكل شفافية، واللي نشوفه فيه نقوله فيه، والحمد لله إن شاء الله نكون قدمنا اليوم مستوى وتغطية تليق بالمشاهد الليبي وتليق بالمتظاهرين اللي اليوم جو وتعبوا، ونحن إن شاء الله ما نكونش قصرنا معهم وطلعنا صورتهم ولوحتهم بأفضل صورة وأبهى. نعم، دائما بوجودك عوض البرغطي، بوجود كل الأقسام، وجود الزملاء كلهم أحمد وجنود المجهولين اللي متواجدين خلف الكاميرات جميع الأقسام. نعم. القناة اليوم والمصورين والخدمات، يعني اليوم ما شاء الله الشباب كلهم خليه يتنحل هنا، وكل الزملاء أيضا حتى المتواجدين في القناة الحمد لله اليوم نكونوا قدرنا نديروا تغطية ممتازة ونقلنا للمشاهدين اليوم، وأيضا للإخوان المفلسين والإخوان القنوات الإخوانية اليوم تخليهم تشوف الساحة كيف كانت اليوم الناس طالعة بإرادتها ومن غير أي ضغوطات، والأجواء أكثر من رائعة، والأفراح يا أحمد. نعم. على سيرة الأفراح الأجواء ما شاء الله، طبعا لما يجي الليل يبدأ الأجواء أكثر جمالا، الألعاب النارية بدأت اليوم، وأيضا احتفالات أخرى تبدأ الآن أحمد في ساحة كيش. من ضمن الفعاليات هذه المظاهرات إذن الألعاب النارية، وكأن مظاهرة وملحمة احتفالية وطنية شعبية، يعني خصوصا بأننا اليوم ذكرى تحرير بنغازي، أو ذكرى إعلان المشير في بيانه تحرير مدينة بنغازي منذ ثلاث سنوات. إذن في هذا التوقيت من قبل ثلاث سنوات أعلن القائد العام تحرير مدينة بنغازي، وعادت تحرير مدينة بنغازي لحالة الاستقرار وحالة الوعي الوطني المعهودة لهذا الشارع. الآن أصبحت بنغازي تحولت من حال إلى حال بفضل
جهود القوات المسلحة. دعني أتحدث عن هذه النقطة أحمد، لسيما بأن اليوم نحن في الذكرى الثالثة من إعلان القائد العام للقوات المسلحة تحرير بنغازي غير منقوص. اليوم بنغازي ليست بنغازي من 3 سنوات، شهدنا تدشين عديد من المشاريع أحمد، لاحظنا نهوض اقتصادي كبير لمدينة بنغازي. صحيح. بدأنا نشاهد مستشفيات من طراز رفيع، شهدنا أيضا مولات تجارية. كنا يا أحمد عندما نسافر خارج ليبيا نشاهد هذه المولات ونتمناها موجودة في بلادنا، واليوم مدينة بنغازي أصبحت بها مثل هذه المراكز التجارية وأيضا المستشفيات. حالة الأعمار هذه هناك تنافس حالة أعمار كبيرة، برغم حرمان مدينة بنغازي المنطقة الشرقية بالكامل من أموال النفط، النفط يضخ طيلة السنوات الماضية ولم يضخ للميليشيات أحمد. نعم يضخ للميليشيات، وبرغم كل هذه التحديات إلا أن حالة الأعمار ما زالت مستمرة والنهضة في كامل مؤسسات الدولة مستمرة. ضعني في يعني صورة كيف كانت مدينة بنغازي وما أصبحت إليه اليوم، وأنت عوض معنا منذ بدايات الحراك الوطني، وكيف كانت كنت ترصد بذات الكاميرا أعتقد وبذات المايك كيف تحولت بنغازي من مشهد إلى مشهد، من مشهد الظلام، الإرهاب، الاغتيالات، التطرف، التفجيرات، وما والخوف والرعب، والمشهد الآن اللي نشهده اليوم على أعلى المستويات. نعم أحمد، بالحديث للوراء كنا نتابع الأوضاع في مدينة بنغازي. كنا في اليوم يا أحمد نوثق أكثر من 13 اغتيال في مدينة بنغازي. كنا نوثق التفجيرات، كنا نحن نستهدف من هذه الجماعات الإرهابية التي تم القضاء عليها في مدينة بنغازي. نعم. كانت بنغازي هذا القصر التي الآن من أمامي كان رمز للعثمانية، لكن اليوم أصبح رمز للحرية ورمز للجهاد. نعم. بنغازي اليوم اليوم حالها تبدل أحمد من كل شيء، من حيث الأعمار، من حيث أيضا التقدم الاقتصادي الكبير، وأيضا القطاع الخاص والعام الذي أصبح فيه هناك تنافس جميل، ولاحظنا أجواء أكثر أيضا الأجواء أصبحت في بنغازي أجواء أكثر من عادية. أيضا بخصوص المظاهرة انتهت أحمد فعليا وأوصلت رسالة مهمة وصورة، والرسالة وصلت لكل الليبيين اليوم. إذن الآن في هذه اللحظات ختام هذه المظاهرة عوض بعد المظاهرة. أعتقد من الساعة الرابعة إلى هذا التوقيت الآن الساعة الثامنة، يعني نتحدث عن 4 ساعات من التجمهر والحضور الشعبي الكبير، وهذه التغطية اللي استمرت من الساعة الرابعة إلى هذا التوقيت وما زالت مستمرة. الليبيين شاركوا في هذه الساحة التي أطلق عليها اليوم اسم ساحة ثورة الكرامة، يعني رمزية تسمية إعادة تسمية هذه الساحة من ساحة الكيش لأنها تقع في منطقة الكيش نعرفها في مدينة بنغازي، لكن إعادة تسميتها بأن تكون ساحة ثورة الكرامة. رمزية هذا الإعلان عوض هي لها دلالة واضحة يا أحمد، لأن منذ انطلاق عملية الكرامة كانت هذه الساحة يتوافد إليها المتظاهرين في مدينة بنغازي، وكانوا يدعمون القوات المسلحة وأيضا يحثهم على القضاء على الإرهاب في المدينة، وهذا ما حصل بالفعل يا أحمد. لربما كان الإعلان متأخر قليلا، ولكن الأجواء اليوم وصلت بالإعلان الرسمي لإعلانها ساحة ثورة الكرامة، لأن هذه الساحة أحمد قدمت شهداء في عملية وثورة الكرامة، لأن التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في مدينة بنغازي كان في كل يوم جمعة يخرج فيه المتظاهرون وسكان مدينة بنغازي للتظاهر في هذه الساحة. نعم. كانوا يقذفون بالهاون لهذه الساحة وسقطت فيها النساء. صحيح. وأيضا الرجال والعديد من الشهداء. نعم. في هذه الساحة، لهذه الساحة رمزية كبيرة لمدينة بنغازي ولكل الليبيين. صوت بنغازي عوض حاولوا عدة مرات إسكات هذا. نعم. الصوت، حاولوا قتل الصوت الوطني في مدينة بنغازي، مشروع كان ظلامي ممنهج استهدف حتى النشطاء، نتذكر
نتذكر الشهيد مفتاح بوزيد، نتذكر سلوى بوقعقيس، نتذكر توفيق بن سعود، نتذكر عبد السلام المصماري، نتذكر أسماء كثيرة من الإعلاميين ومن النشطاء ومن المدونين ومن المجتمع الليبي في مدينة بنغازي، من شاركوا ومن دعموا الحراك الوطني. وبرغم عمليات الاغتيال، برغم عمليات التفخيخ، التفجير، الإرهاب، الرعب الذي كان وراءه مكينة تنظيم الإخوان على أذرعها المختلفة، إلا أن الصوت بنغازي قد عاد اليوم. من الواضح أن الصوت الوطني لهذه المدينة بعد محاولة إسكاته أو قتله أو وعده عاد من جديد في هذه الأوقات. عوض. نعم، والعود أحمد. أحمد، اليوم عادوا وبدون ظلميين. اليوم هم خرجوا في أوقات قاسية، أوقات كانوا ظلميين يريدون إسكات صوت الحق، وكل من يعرضهم ويعرض عقيدتهم التكفيرية كان يقتل داخل مدينة بنغازي. نترحم على زملاء لنا في المهنة قضوا نحبهم وتم اغتيالهم في مدينة بنغازي، واليوم يتحقق الحلم المنشود لهم. اليوم الصحافة حرة ونتكلم بكل حرية، واليوم صوت الحق يرتفع أحمد، ولابد أن يكون صوت الحق هو السائد. بالنسبة أحمد، دعني نذكر المشاهدين بأن المظاهرة في مدينة بنغازي قد انتهت الآن، والمتظاهرين يعودون اليوم الآن إلى منازلهم بعد نجاح هذه المظاهرة التي خرج بها المتظاهرون بمكاسب عديدة. وهي اليوم هناك بيان قوي قد صدر، هناك أيضا خطاب وجه إلى النواب وأيضا إلى القائد العام، وأيضا هناك دلالة أخرى أحمد بأن الشارع يخرج في أي وقت، لا 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 لسكات الأفوام، وبأن الشارع في مدينة بنغازي سيخرج دائما ضد كل تدخل أجنبي وكل مرتزق وكل إرهابي يريد أن يدنس أرض ليبيا الطاهرة. نعم. نعم عوض، ضعنا في صورة مباشرة لخروج المتظاهرين من ساحة نعم أحمد، ستكون لو لو لو, لو في إمكانية للمصور أن هو يضعنا في صورة أيوه بالضبط. نعم. الآن المتظاهرين يتجهون إلى مخارج مدينة مخارج ساحة الكيش. طبعا نستذكر أو نتحدث ونثمن عن الدور والمجهود الكبير للمؤسسات الأمنية كافة، من مديرية أمن بنغازي، الشرطة، جهاز الدعم، أجهزة الأجهزة الأمنية، مديرية أمن بنغازي، الأمن الداخلي، كتيبة طارق بن زياد، والشرطة العسكرية. ضعني في عملية التأمين، وأيضا جهاز الإسعاف وهيئة السلامة، الجميع مشاركين. التنظيم واضح أنه هو على أعلى مستوى، هناك حرص على سلامة المواطنين على كافة الأوجه. الآن هذه جزيرة كتيبة الفضيل في قلب مدينة بنغازي، من الواضح أن هناك اصطفاف لسيارات إسعاف والشرطة، هناك حافلات للمشاركين من خارج المدن الليبية. مشهد واضح أنه في حالة سلام وفي حالة استقرار، وفي حال على الدولة حاضرة واضحة يا عوض، دولة المؤسسات حاضرة، كل في مهامه، كل في يعني مسؤولياته، الجهات الأمنية، الجهات الخدمية، الجهات الطبية والإسعاف وغيره من كل جهات الدولة مشاركين. عوض، يعني ضعني في الترتيبات الأمنية الآن، خصوصا بأننا نتابع بشكل مباشر خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين. نعم أحمد، هي في البداية هناك كما حدثتك أن ساحة ثورة الكرامة بالتسمية الجديدة مطوقة بالكامل بجميع الأجهزة التي ذكرتها أنت الآن. نعم. وأيضا هناك هيئة السلامة الوطنية وسيارات الإسعاف لحدوث أي طارئ يصيب أي متظاهر. نعم. الآن المتظاهرين سيخرجون من هذا الباب الرئيسي، لأنه لا يوجد هناك سيارات مدنية موجودة. سيتنقل المتظاهرين على أرجلهم إلى أبعد نقطة ممكنة من ساحة ثورة الكرامة للذهاب إلى عرباتهم، ومن ثم إلى بيوتهم. الأجهزة الأمنية الآن
كلها خرجت التي كانت متواجدة داخل الساحة إلى الخارج لدعم زملائهم الذين متواجدون في الخارج ونقاط التفتيش الأخرى. هناك تفتيش آخر عكسي أحمد، حتى بعد خروج المتظاهرين يمرون على الأجهزة التي تم تركيبها في مداخل ومخارج الساحة للاطمئنان على سلامة المتظاهرين وأيضا لأي خروقات قد تحدث، ولكن الأمور تسير بشكل ممتاز يا أحمد. وأيضا التنظيم كان على قد المسؤولية وكان تنظيم أكثر من رائع. الأجواء الآن كما تشاهد من خلفي سيارات الإسعاف، سيارات الشرطة. أيضا يا أحمد اليوم الهلال الأحمر الليبي اليوم قام بحملة لتبرع بالدم للمستشفيات، لأن الأعداد اليوم كانت كبيرة جدا في المتظاهرة. نعم. فاليوم كان هناك يعني الأجواء جميلة جدا من كافة الأجهزة والمكونات. في المجمل أجواء أكثر من رائعة. نعم. سلاسة كانت في الدخول وتنظيم رائع، والآن بنفس الطريقة وبنفس الكيفية يخرج المتظاهرين الآن من ساحة كيش ومن ثم إلى بيوتهم سالمين. ولله الحمد لم يرصد أي خرق أمني، ونجاح على كامل المستويات ينسب للمؤسسات الأمنية اللي هي الأجهزة الأمنية والمؤسسات أصبحت قادرة على تأمين مدن بأكملها وتحشيدات بهذه الكيفية. كلمة في الختام عوض حتى نختم معك هذه المراسلة المباشرة وهذه الصورة التي خلفك الآن لختام مظاهرة حاشدة كبرى، هل يمكن القول بأننا اليوم أحيينا يوم تاريخي أعاد الصف الليبي من جديد للواجهة؟ نعم أحمد، اليوم كانت الفرحة فرحتين يا أحمد. الفرحة الأولى وهي مشاهدة مظاهرة بحجم يليق بمدينة بنغازي ورمزية مدينة بنغازي في كافة مدن ليبيا. الثانية اليوم نقف للعام الثالث على التوالي منذ إعلان تحرير مدينة بنغازي، ونحن ننعم بالأمن والأمان والطمأنينة. ونتمنى أحمد هذه المشاهد الذي اليوم نحن رصدناها للمشاهدين خصوصا في المناطق المحتلة، نحن اليوم نعيش بحرية، نعيش بساحة الأجواء أكثر من رائعة. وأيضا نتمنى بأن نكون هذه المشاهد أحمد في المدن الغربية، ونشاهد أيضا بيان للقائد العام يعلن فيه تحرير العاصمة طرابلس من الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين. أشكرك عوض البرغثي مراسل موفد ليبيا الحدث، كنت معي طيلة هذه التغطية لمدة 4 ساعات بشكل مباشر، ونقلتم الصورة على أكمل وجه. شكرا لك عوض البرغثي، وكل الشكر أيضا للزملاء المصورين والطاقم النقل الخارجي، شكرا لكم على إيصال الصورة وبثها للعالم ولليبيين وللمجتمع الدولي ولكل الدول وكل متابع للشأن الليبي أن هذه الصورة الحقيقية للشعب، وهذا هو الصوت الوطني الذي لا بد التركيز عليه ولا بد نقله على كامل المستويات. إذن قناة ليبيا الحدث كانت في بث مباشر مشاهدينا، ونقل كامل يعني من الصورة بكامل زواياها بشكل مباشر من ساحة ثورة الكرامة، ساحة الكيش في مدينة بنغازي، لهذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها أبناء الوطن الليبي بمختلف يعني شرائح المجتمع الليبي من مختلف المدن الليبية والقبائل الليبية والقرى من مناطق مختلفة من شرق وغرب وشمال وجنوب ومنطقة المنطقة الوسطى في ليبيا. إذن كانت مشاركة كبيرة جدا، وصراحة الصورة أبلغ من الكلام. المظاهرة نجحت على كامل المستويات، وأبناء الوطن الليبي لبوا النداء. دائما ليبيا الحدث ترافقكم في لحظة بلحظة في كل يعني مستجد على الساحة وكل القضايا الوطنية. نحن سند وصوت لهذا الشعب الوطني وهذا الشعب العظيم الذي ناضل وقدم تضحيات كبرى من أجل أن يعود لحالة الاستقرار وأن يعود لصوته الوطني الحر. المحلل السياسي من البيضة فيصل برايقة تنضم معي مباشرة الآن للتعليق، ونحن نختم هذه التغطية
المباشرة من استوديوهات نبيل ليبيا الحدث، تعليقك وكيف تتابع أو كيف تابعت هذه المظاهرة الحاشدة وأهم الرسائل الشعبية التي أطلقها المتظاهرون اليوم للمجتمع الدولي؟ مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك. تحياتي لك وللمتابعين الكرام. نعم، ما شاهدناه اليوم في مدينة بنغازي وهو يعتبر تمرين للمجتمع المدني وتمرين للحضور للتعبير عن الآراء من خلال مظهر الاحتجاج السلمي، مظهر الاعتراض السلمي، مظهر المعارضة السلمية التي تعتبر مكسب من أهم مكتسبات التي جاءت عقب ثورة فبراير، وبالتالي عملية الوجود والتصويت بالأقدام لرفض التدخل الأجنبي الذي كان واضح وسافر ومتجلي من خلال حضور لقيادات الدولة التركية في طرابلس، من خلال حضور رئيس الأركان، من خلال حضور وزير الدفاع، أيضا من خلال جولاتهم التي رأيناها بالأمس في مدينة طرابلس، ولم نرى أحد من الذين كانوا يظهرون عبر الشاشات ويعبرون عن وزير الدفاع المفوض، يعبرون عن وزير الداخلية المفوض. وبالتالي الصورة الآن أصبحت واضحة للجميع بأن ما يحدث في الغرب الليبي هي حالة من الهيمنة، حالة من السيادة الواضحة التركية على، إذا صح التعبير بالمفهوم التاريخي، على طرابلس الغرب. أيضا هذا الوجود كان حاضر أيضا في من أجل تأسيس الحرس الوطني الذي ظهر عام 2013 كقرار من المؤتمر الوطني العام السابق، ولملمت الآن الكثير من هم كانوا يمتشقون السلاح من كافة التوجهات ومن كافة التيارات في طرابلس تحت مسمى الحرس الوطني. أيضا الأتراك حاضرين من أجل تأسيس هذه المؤسسة التي تؤسس حسب رؤية الدولة التركية. أيضا الأحاديث تتحدث بالأمس عن جهاز الأمن الخارجي الليبي وهو المعروف بجهاز المخابرات العامة، وعن الضغط على الرئاسي وتمكين أبو حازم الليبي وهو خالد الشريف، أحد أبرز قيادات الصف الأول في الجماعة الليبية المقاتلة، والذي أصيب عام 2001 في قاعدة بقرام في أفغانستان. إذن الوجود التركي هو واضح. التعبيرات التركية في الصحافة التركية، أبرزها صحيفة حريات بالأمس أيضا وصحيفة إيني شفق التي عنونت أحد الأعمدة الجانبية بصورة باراغراف مكتوب عليه خرجنا قبل 100 عام والآن عدنا لنبقى إلى الأبد. أيضا حديث وزير الدفاع التركي في قيادات غرف العمليات المتنوعة في طرابلس، والذي تحدث بأن سوف نبقى إلى الأبد، وتحدث عن الجيش المحمدي. إذن حالة الهيمنة وحالة السيادة التي تم اختطافها في طرابلس، وسبق أن تحدثنا عبر قناتكم الموقرة العام الماضي بأن جماعة الإسلام السياسي، وهنا نتحدث عن الجماعة الأبرز فيه جماعة الأخوان المسلمين، هم مستعدين إلى تقسيم ليبيا من أجل أن يبقوا ولو في متر مربع واحد. ولدينا تجربة وهو أقليم غزة وأيضا أقليم رام، جماعة الأخوان المسلمين بقيادة إسماعيل هنية الذين وجدوا في قيادة هذا المنطقة، منطقة غزة، من 2006 نتيجة الانتخابات والتي انقلبوا عليها، يعني منذ حوالي 14 عام. هو محاكاة للواقع التي حدثت الآن في ليبيا مع اختلاف المساحة واختلاف الموقع المهم والجيوستراتيجي بالنسبة للدولة الليبية. ما شدا وما لفت انتباهي هو التعبير الذي زامن المواطنين في برقة اليوم، وهو التعبير لحالة الرفض التي استدعوا معها من التاريخ، استدعوا التاريخ المر والصعب من حالة التي عانوها من الأتراك منذ قرابة 400 عام من ضغط على أقليم برقة وعلى المواطنين ودفعهم للميري أو ما يعرف بالعشر من ممتلكاتهم من الأموال، والضغط وتجييرهم لصالح الأتراك. الأتراك عبر عنهم أحد رجال الدين في الغرب الليبي وهو طاهر الزاوي، والذي يعتبر محترف به ويمثل الخلفية الفكرية لبعض التيارات الموجودة في طرابلس، بأن الأتراك لم يمروا في مكان ولا ينبت فيه العشب، هذه مقولة معروفة. أيضا بأنهم لم يقوموا لا بتأسيس لا مدرسة ولا عيادة ولا حتى مكان لقراءة القرآن أو ما يعرف بالكتاتيب. إذن جملة من التحركات في برقة عبرت عن هذا. أستاذ فيصل، هل تستمع إلي؟
ركز بيان المظاهرة على تفعيل المعاهدة أو اتفاقية الدفاع المشترك وأيضا عدة مطالبات وعدة نقاط. برأيك صدى هذه المطالب في المجتمع الدولي وخصوصا الوطن العربي، جمع الدول العربية غيره؟ اليوم نتحدث عن مظاهرة حاشدة جمعت أبناء الوطن الليبي بالكامل، وهذا البيان بالإضافة لتشكيل وفود شعبية لزيارة لأن تكون هناك زيارات لهم في الكثير من عواصم عربية ودولية. إليك التعليق حول هذه الإجراءات ومدى فعاليتها برأيك لتحريك المجتمع الدولي حيال قضية الليبيين. نعم أستاذ أحمد، في عجالة، بأن من وجهة نظري ومن خلال المتابعة الدقيقة للسياق الدولي، في أن المجتمع الدولي أو ما يعرف المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة هم تماما متماهيين مع المشروع التركي. كثير من المؤشرات والتعليقات هي من أعطت الضوء الأخضر للأتراك الذين يعتبرون كمقاول بالباطن للولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي منسحبة من منطقة الشرق الأوسط، وهذا جاء نتيجة عقب سياسات الرئيس جورج بوش الابن عقب أحداث 2003 واحتلال العراق. جاء الرئيس باراك أوباما وعبر عن سياسة الانسحاب من الشرق الأوسط، والتي توجه الرئيس ترامب بأن ليس لدينا مصالح تستدعي بأن يموت أبناؤنا في هذه المنطقة التي يغوص الرمال فيها بالدم أو يختلط فيها الرمال بالدم. وبالتالي حالة الانسحاب، الولايات المتحدة القوى الفاعلة هي توكل الملفات في الشرق الأوسط إلى تركيا وإسرائيل. ما علينا القيام به بوجهة نظر حقيقية وواقعية هو علينا البحث عن شريك استراتيجي، وهنا هذه نصيحة لمن يعنيهم الأمر، البحث عن شريك استراتيجي يقف مع القوات المسلحة ويقف مع البرلمان. لو بحثنا في الدول الأوروبية نجد بأن من المحتمل بأن تتقاطع المصالح مع الدولة الفرنسية. الدولة الفرنسية هي من الممكن أن تكون هو الشريك الاستراتيجي عقب توقيع اتفاقية واضحة المعالم معهم، ليكون الدعم والساند وليكونوا موجودين. طيب، داعمين للقوات المسلحة. لدينا اليوم أرضية شعبية أستاذ فيصل، لدينا مظاهرة شعبية حاشدة، كيف يمكن استثمار هذا الحشد الكبير من أبناء الشعب الليبي وهذه المظاهرة الحاشدة؟ كيف يمكن البناء على هذا الموقف الشعبي؟ ومن هل تعتقد أن القيادة ستتخذ من هذا الخروج كورقة جديدة لتحركاتها أم ماذا؟ من وجهة نظر أعتقد بأن القيادة العامة لديها قراءاتها ولديها مستشاريها، ولكن من وجهة نظر أن الناس وتعبيرهم لهذا الرفض والبحث عن حليف، البحث عن حليف يوقع معك اتفاقية. نجد الفرنسيين هم أكثر قناعة بالقيادة العامة. نجد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هو في اتصالات متقاطعة مع القائد العام. الخلفية الأمنية وخلفية الجيش الموجودة في البناء الفكري لوزير الخارجية الفرنسي بحكم أن وزير دفاع سابق، وبالتالي المشتركات مع القائد العام هذه مهمة. إذن التوقيع اتفاقية حتى نحمي قواتنا المسلحة، حتى نحمي الأقليم بالكامل، وبالتالي من الممكن أن نستعيد أنفاسنا وأن نؤسس بشكل صحيح لكل شيء، وأن نكون في موقع قادر للتصدي. لاحظنا الأتراك اليوم تعبيراتهم عن الضربات الجوية التي قادتها القوات المسلحة ليلة الأمس على قاعدة الوطية التي قدرت ما بين 8 إلى 9 غارات. التعبيرات كانت الانزعاج، والتعبيرات بأنهم سوف يقومون بالرد في الوقت والمكان المناسب. إذن الأمر حقيقي والأمر جلل، علينا البحث عن هذا الشريك. الشريك الفرنسي هو أكثر تواصل مع القيادة العامة، أيضا الشريك الروسي في تصوري بأنه قادر في إيجاد مشتركات مع القيادة العامة بحكم النظام التعبوي للقوات المسلحة. بحكم تواجدهم، بحكم أيضا قناعات في مواضيع مكافحة الإرهاب التي عانوا منها الروس في قضايا شيشينيا، أيضا في قضايا أذربيجان التي توغلوا معها الأتراك عبر تواصلهم مع بعض التيارات الإسلامية المتشددة. إذن الخيارات يجب أن تكون حاسمة في عن بحث عن حليف وشريك استراتيجي. غير هذا الكلام يبقى الأمور صعبة جدا. ولا نغفل الموقف العربي أستاذ فيصل،
لا نغفل الموقف العربي، الموقف المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، مصر، حتى المواقف اللي كانت دول جوار بعد إذنك، الجزائر وتونس. لدينا تصريحات جديدة متطور المشهد من قبل هاتين الدولتين، تونس والجزائر أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة أو بشكل أو بآخر يطالبون باستبدالها بشرعية تنبع من أبناء الوطن الليبي. لدينا اصطفاف دولي أو لدينا حالة من الرأي تجمع دول متعددة تصب في صالح الشعب الليبي؟ نعم، لا أختلف معك أستاذ أحمد، التعبيرات عن المزاج الإقليمي، هناك نوع من المخاوف لدى القيادة الجزائرية الجديدة. هنا نتحدث من خلال المعلومات، من خلال القراءة الواقعية. الجزائريين بقيادة عبد المجيد تبون والتقارب الذي حصل مع سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والتقارب مع الأخوة في مصر بحكم إشكاليات الخلافات السابقة وعقدة الزعامة التي تكمن في وجدان هاتين القيادتين، عقدة بن بلة عبد الناصر. إذا الدفع العربي باتجاه القضية الليبية ومحاولة الدفع بها الأمام وجعلها حاضرة، هو هذا أمر مهم، ولكن تبقى المواقف التنديد والشجب لا ترقى إلى موضوع التفعيل. نحن ما يهمنا هو الدفاع من خلال تفعيل ودعم القوات المسلحة بالأسلحة والتطوير أيضا وجعل ردع للقوات المسلحة. هذا هو ما يعنينا في الأمر. السعوديين نلاحظهم اليومين الماضيين شنت عليهم حرب قاسية جدا من خلال الحوثيين، الأتراك هم وراء من ضغط على الحوثيين من خلال الطيارات المسيرة وأيضا من خلال صواريخ اسكات سي التي كانت تقترب من العاصمة الرياض. إذن الدعم العربي هو مطلوب، ولكن الدعم العربي أيضا لاحظناه في بيان جامعة الدول العربية التي لم يستطيع حتى أن يسمي الدولة التركية بالاسم. إذن الارتكان إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك تبقى نوع من الأمان وتبقى أيضا ضمن التفكير الرغبوي، ولكن لا ينعكس هذا على الواقع. البحث عن شريك استراتيجي هو مهم، وهو ما يسندنا ويسند القوات المسلحة ويبعث الثقة من جديد. طيب إلى أين يتجه المشهد برأيك؟ هل يتجه لمفاوضات سياسية أم يتجه وفق الضغط الشعبي اليوم وهذه المظاهرة اللي كانت واضحة هي إسقاط كل الأجسام الموجودة في طرابلس وطرد الميليشيات، تفكيك الميليشيات، نزع سلاحها، أيضا المطالبة بتشكيل مؤسسات وطنية تنبع من إرادة الليبيين، بالإضافة لاستمرار أو الدافع لاستمرار هذا الحراك، يعد دافع لاستمرار الحراك العسكري الليبي الذي تعمل عليه القيادة العامة منذ البداية، هو تطهير ليبيا من الميليشيات ومن المرتزقة ومن الاحتلال. الآن هذه المظاهرة هل تعتقد هو دافع لمفاوضات سياسية أو تجاسية أو دافع للقيادة أو للجيش للاستمرار في معارك التحرير؟ نعم طبعا، هناك السياق الإقليمي، يجب أن لا نغفل السياق الإقليمي. المجلس الرئاسي هو من يعني أكيد هو ساقط في وجدان الناس نتيجة للسقوط الأخلاقي الذي كان فيه الرئاسي عندما سمح لوجود أجنبي واضح وسافر أمامه ومرأة الجميع. المجلس الرئاسي هو ساقط أخلاقيا عندما ماتوا الليبيين في طوابير الخبز وفي طوابير البنزين وفي طوابير أمام المصارف. نعم. المجلس الرئاسي ساقط أخلاقيا عندما سمح لنهب أملاك وممتلكات وثروات الشعب الليبي. المجلس الرئاسي ساقط تماما عندما أصبح الأجنبي يناقش في ميزانية ليبيا في لندن وفي مالطا. إذن السقوط الأخلاقي هذا في عقيدة الليبيين هو موجود، ولكن هذا لا يحكس شيء أمام الشرعية الدولية التي أضافها على السيد السراج وعلى هذه الطغمة الحاكمة. عملية الإزالة كانت تحتكم إلى شيء واحد، وهو الدخول العسكري إلى طرابلس وتلك المنطقة، وبالتالي عملية الإزاحة تكون بقوة الطائرة وبقوة الدبابة وفرض واقع جديد يتماشى مع 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 التطلعات الجديدة بإعلان دستور جديد بوثيقة جديدة، وثيقة عهد جديدة تنتج لنا انتخابات في النهاية. هذا ما لم يحدث. إذن التعبير الآن على الأخوة في الغرب الليبي أن يعبروا كما عبر الناس في برقة، عليهم أن يخرجوا وأن يعبروا عن هذا الوجود السافر للسوريين. شاهدت اليوم رامي عبد الرحمن وهو صاحب المرصد السوري المقيم في المملكة المتحدة في بريطانيا تحدث عن قرابة 14,000 سوري موجود من كافة الفصائل من كافة التيارات والأعراق والمذاهب، هم الموجودين في طرابلس الآن، وبالتالي هذا الوجود السافر لا يخفى على أحد في أهلنا في الغرب الليبي، وبالتالي عليهم أن يقوموا بواجبهم الوطني أن يعبروا عن هذا الوجود، أن
تعبيرهم يكون بالأقدام لا بالسيوف ولا بالسكاكين، وبالتالي هذا يحكس عن رؤية ومزاج عام في الغرب الليبي يجب أن تتهماها مع إخوتهم في الشرق الليبي. إذن المعادلة واضحة، عملية إزالة يتطلب الأمر أن يتفق ما يسمى المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة، اللجوء إلى مرحلة انتقالية للأسف قادمة تكون يعني حسب المقترحات الحديث عنها عن قرابة 540 يوم يعني حوالي سنة ونصف، ثم الذهاب إلى انتخابات. ولكن اليوم شاهدنا السفير الإيطالي اليوم يزور المفوضية للانتخابات. إذن عدة عوامل متداخلة في الحالة الليبية، في ظني بأن الذهاب إلى مرحلة انتقالية قد تكون مخرج من خلال دعم مبادرة القاهرة التي كان شهودها والموافقين عليها القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، وأيضا المستشار صالح رئيس مجلس النواب الليبي. تحدثتني من البيضة فيصل، الأستاذ فيصل برايقة، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. ومشاهدينا بهذا نختم معكم هذه التغطية التي دامت أعتقد لقرابة 5 ساعات كبث مباشر ومتابعة ل4 ساعات كبث مباشر ومتابعة للمظاهرة الكبرى التي شهدتها مدينة بنغازي، التي جمعت آلاف من أبناء الشعب الليبي بصوت واحد لا للاحتلال التركي في ليبيا. هذه تحياتي، أحمد المدني يحييكم، علي رمضان وكل فريق العمل من الإخراج والمصورين وأيضا من أطقم ليبيا الحدث الإخبارية وطاقم النقل الخارجي. شكر أيضا للزميل المراسل عوض البرغثي، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلتقي في تغطية قادمة من ليبيا الحدث.